أراه دائما، وإن تعمدت نسيانه ذكرني به تعمدي، وإن صددت عنه وجهي تخيلته أمامي، وهو ليس عدوا على أو حبيبا قلى أو رئيسا يحب الصور والنظارات الشمسية، إنما هو شاشة رفيعة على شكل شريط يدور على مبنى كبير وسط ميدان التايم في مدينة نيويورك. هو شريط أخبار تمر على شاشته الأخبار مضيئة ثم تنطفئ، كذلك الشريط الذي تراه في الفضائيات أسفل الشاشة يمر عليه عناوين الأحداث. وقد تسأل لماذا يحتل خيالي هذا الشريط في مدينة مليئة بالألوان والأصوات تجمع فيها كل لسن وأمة؟ وما الذي يثني مثلي عن التملي في تمثال قارورة الكولا العملاقة أو الساعة العملاقة أو الفتاة العملاقة التي تعلن عن ملابسها إلى غيرها من عماليق الميدان المضاءة الدوارة كالرادارات على رؤوس الأبنية؟ أقول ما الذي يشد انتباهي إلى هذا الهامش الأفقي الأسود ذي الأحرف الصفراء الركاضة بلا توقف، فأقف أمامه غير مدرك موقع قدمي حتى ينبهني أحدهم أنني واقف في طريق السيارات؟ إن موقع هذا الشريط الهامشي الضئيل دال هو موقع الأخبار من الإعلانات، وموقع العالم من البال العام والخيال الجمعي للإمبراطورية. وربما مر في هذا الشريط بين العمالقة المضيئة خبر مقتل 5 فلسطينيين أو 50 عراقيا أو سوريا أو انقلاب في هذا البلد أو ذاك. نحن هامش هذا المكان، بل نحن هامش هامشه، وحين نكون في المقدمة فنحن في مقدمة لائحة اتهام ما. كلما مررت بهذا الشريط الذي يختصر تواريخنا العامة والخاصة في لمحة، فكرت أن أكبر كبير عندنا لا يعني هنا الكثير، فكرام الخلائف والأئمة والسلاطين والشعراء محبوسون في هذا الشريط، ولو أخرجتهم منه إلى وسط الميدان لعاملهم المرة على أنهم رجال غريبو الأزياء والأطوار ثم التفتوا إلى أشغالهم. وإن أنت جمعت الراشدين والأمويين والعباسيين والصحابة والأئمة والشعراء والكتاب والمغنين من عهد عاد إلى يوم الناس هذا ثم أوقفت دونهم دليلا يشرح للناس من هم، لاجتمع عليك ربما عدد مساو لمن اجتمعوا على فتية سمر يرقصون الراب، أو مجموعة من الدعاء يلبسون تيجانا من الورق الأصفر ويزعمون أنهم القبيلة الضائعة من أولاد يعقوب بن إسحاق. وليس هذا في حد ذاته مؤلما، فأن تكون غريبا هو أن تكون ضعيفا خارج المتن في أكثر الأحيان، لكن المؤلم في الأمر هو مركزية الولايات المتحدة عندنا على علاتها. فالناس عندنا منقسمون بين مقاوميها والمتعاونين معها، تعتمد حياتهم وحياة بنيهم على ذلك. أما بين الجموع المارة في ميدان التايم فنحن المارون في الشريط لمحا، مواقفهم منا تتراوح بين مساند ومعاند، لكننا لسنا قضيتهم، إن أحبوا أو كرهوا فلأنهم استحسنوا أو استقبحوا بقدر ما علموا أو علموا. أما حياتهم فلا تعتمد على مواقفهم تلك. ذهابهم للحرب في العراق مثلا كما قال رئيسهم ذات مرة كان اختيارا، لم يكونوا مهددين حقا، وكان الأمر تفضيلا ومفاضلة. وبالتداعي يذكرني هذا الشريط بحروبنا جميعا، لم نخض أيا منها تفضيلا، كأن يجتمع مجلسنا ثم يقرر أن الحرب مفيدة فيدخلها. كل حرب في القرنين السابقين منذ دخول نابليون الأزهر فرضت علينا فرضا، إن لم يفرضها علينا الغزاة فرضها علينا من عينهم الغزاة من حكامنا. ثم ترى حروبنا خبرا في شريط على بناية عندهم، وترى حروبهم ركام بنايات عندنا. ليست نيويورك مدينة العنصريين المسلحين عريضي الرقاب جامدي الوجوه حتى أنك تحسب أنهم يرفعون الأثقال على خدودهم، أمثال هؤلاء يرسلونهم إلينا. أما أهل نيويورك فمثلي ومثلك، عرب وفرس وترك وصينيون ولاتينيون وأفارقة، ومن شرق أوروبا ثم من غربها ثم من سائر الولايات المتحدة. وهذه المدينة بنيت للغرباء، فشوارعها مقسمة عرضا وطولا لتشكل معا خريطة من المربعات المرقمة، فيمكن تحديد أي نقطة من المدينة برقمين، كأن آثار أقدام أهلها آلاف من الرسوم البيانية التي تكتب وتمحى كل ساعة، فلا يحتاج الغريب فيها إلى معرفة، بل يرى فيها سبيله بسهولة جمة، ثم يجد فيها من يشبهونه ممن يأكلون طعامه ويفهمون كلامه. لذلك حين ترى أن موقع أهلك فيها منذ امرئ القيس إلى يومك هذا مرورا بأنبيائك وعارفيك وشعرائك وخطبائك ليس إلا بضعة مصابيح تلمع ثم تختفي على شريط مهمل بين الإعلانات، ف
فإنك تحزن حزنين أو ثلاثة. فنيويورك تزعم أنها ليست منهم، أعني من الإمبراطورية. نيويورك تزعم أنها منا، أنها للمغلوبين المتعبين. بل إن شعرا بهذا المعنى هو المكتوب على قاعدة تمثال الحرية ليحيي الداخلين إليها: أرسلوا إلي متعبيكم وفقراءكم. وهذا الشريط يذكرك أنها لهم لا لك، وأن هذه المدينة الحية مملوكة لواشنطن الرخامية. لست أدعو أن تهتم بنا أمريكا أكثر، لا والله، فقد لقينا من اهتمامها ما كفى، ولو اهتمت أكثر أوشك ألا يبقى منا أحد. إنما أدعو ألا تكون مرجعا، ولا النموذج الوحيد بالضرورة، والزيادة من كل علم خير، فلنعرفها أكثر ولكن لنهتم بها أقل، لأنها بخيرها وشرها إمبراطورية أخرى. ولو مثلت تاريخنا وتاريخ جيراننا، أعني الأمم كبيرة السن من فقراء هذا الكوكب كالهند والصين، أقول لو مثلته في صورة ميدان لكانت الإمبراطوريات تمر عليه مرورا كالشريط، نلقي عليه نظرة عابرة لنعرف الأخبار ثم نلتفت إلى أشغالنا.